كلهم بلعبوا. اشتريت الخط الخط. محاولة عينوية الزعيم، محاولة تقدم كرة ومحاولة جول. نعم يتقدم. الآن يبحث عن الانتصار الثامن، كرة جول. جول لعمر عبد الرحمن، كرة يا سلام. عصام وجار ممكن يسجل الآن جول. جول عصام وجار. ويعود الفارق الى هدف الان مع امكانيه عوده البيت، لكن العين ممكن الرابع جول. ويبحث عن هدف خامس لفريقه، كره جول. الخامس ياتي الان للزعيم. الجمهور اليوم رايق والعين بالخمسه. رد على جميع المشككين وانا اولهم، اعترف اني رديت رد على جميع المشككين عموري. الحمد لله فال خير، لكن عتبنا كبير على الجمهور اللي ما حضر. كنا عندنا ظروف، كنا عندنا مشاغل، كنا عندنا يعني انا نقدر انه ما نقدر نحضر المباراه، لكن لاجل الفريق نحن نقدر نحضر ان شاء الله. نشوف العين في كل مباراه يسجل لكنه يستقبل اهداف في نفس الوقت. هاي المشكله اللي احنا ما عارفين شو حلها. نحن نشوف هاي المشكله اللي قاعدين يعني ان لازم في فرق ما راح ترحمنا، في فرق مثل الاهلي، بنياس، جزيره، الوحده، فرق عندها هجوم قوي، لازم ندارك هاي المشاكل اللي نحن قاعدين نمر عليها. لا لا الدفاع عليه كلام وايد، لازم كابتن كيكي يشوف الدفاع ويحسن من المنظومه الدفاعيه، لان الوسط والهجوم ما عليهم كلام طبعا. اما الحارس والدفاع عليه كنا شوي، لازم يرتب الفريق شويه. صح بالخمسه، لكن العين مش مقنع وبالخمسه، فاذا اقنع مشكله. ان شاء الله تكون هذه النتيجه الكبيره بدايه تصحيح المسار، تعطي اللعيبه بوشنك، تعطي المدرب انطباع اكثر عن اللاعبين، وان شاء الله من مباراه الوحده نبداها صح. والله عموري الشوط الاول ما كان موجود بالملعب، بس الشوط الثاني الحمد لله يعني صنع تقريبا 3 اهداف وهدفين ضاعوا. المباراه القادمه امام الوحده شو تقول عنها؟ المباراه القادمه ان شاء الله ناكلهم بلعبهم ان شاء الله. تعب مدافعين جاي من سفر، مباراه هونغ كونغ اكيد شيء، اخطاء دفاعيه بسيطه، ان شاء الله بيعدل كيفي. الحمد لله رب العالمين، فريق اخوي تو بادي. مدرب جديد عمر طال عمرك، ولعيبه المنتخب ما بعد ما اندمجوا ويا اللعيبه. اليوم رغم فوز العين بالخمسه لكن اخطاء دفاعيه كثيره في الفريق. مشكلتنا احنا في الخط الخلفي، مشكلتنا في الخط الخلفي، اعرف رغم ان عندنا احسن لعيبه المنتخب، عندنا محمد احمد، عندنا اسماعيل، وعندنا مهند، كل لعيبه المنتخب، لكن سبحان الله يا اخي تصير الاخطاء لكل في اتكاليه شوي من لعيبه. بس انا اقول لك اياها كلمه حق تنقال، انا اشوف باستوس ما عنده شيء، ما سوى لك مردود خمسه اللي يقول لك يعطيني الاقل لمساد انه عنده شيء، بس هو صراحه ما عنده شيء. انا صراحه عاتب باستوس، صفقه باستوس ما ضربه. هو الانتصار هذا نقدر نقول معنوي قبل ما يكون انتصار يعني مقنع، ولا انتصار الاداء احنا ما قاعدين نتريا الاداء، تعرف الانتكاسه اللي صارت للعين انتكاسه ما مش طبيعيه كانت، لكن الحمد لله بوجود الاداره، بوجود هالجمهور الوهي الداركه والموضوع، وان شاء الله هاي يمكن تكون البدايه. انا ما بقول لك البدايه لان العين بعدها ما عاد، انت شوف العين بعدها ما عاد، والجماعه قاعدين يتريون العين، فما بالك اذا العين عاد.